زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة. قال فلما كان شهر الربيع سنة 70 من الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت مهاجرة زوجها عبد الله بن جحش فتنصر هناك ومات نصرانيا. أم حبيبة دي رملة بنت أبي سفيان، اسمها رملة بنت أبي سفيان، وهي الإمام الذهبي قال هي أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه نسبا. وحقيقة الكلمة دي يعني أنا تعجبت فيها والله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عنده من زوجاته من هي في حسب علمي أقرب. أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس، وعبد شمس ده أخو منه؟ أخو هاشم. عبد شمس أخو هاشم، هما في الحساب أولاد عم لكن ما عمومة مباشرة، صحيح؟ ما مباشرة، أولاد عم فوق شوية. طيب من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وأمها برة بنت عبد المطلب، صح؟ دي بنت عمته مباشرة. إلا يكون الإمام الذهبي قاصد من جهة الأب، يكون قاصد كده ما من جهة الأم، لكن عموما هي بنت عمته أو بنت عمه وبيناتهم قرابة. قال وهي أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرا، أكثر واحدة دفع فيها مهر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب للنجاشي قال له زوجني أم حبيبة، زوجه إياها وأصدقها عنه النجاشي، وباقي لك المهر بتاعه كوني يديه ملك بيكون شوية. قالوا دفع فيها 400 دينار ذهبي، 400 دينار ذهبي. كان يطلعها بمقاييسنا بتاعت الليلة، بس جيب دينار الذهب ده 400 دينار، هتطلع بكم دي؟ دي بيكون مهرها قدر الكلاكلة، الكلاكلة كلها، ها؟ من القطعية ليل دي كثيرة شديد. وأصدق عنه بتحف وهدايا، حتى عطور الزواج زفها النجاشي بها، زفها بعطورة. وهذا من محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومن احترامه وتوقيره للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب قال الإمام الذهبي وهي أبعد نساء النبي صلى الله عليه وسلم دارا عنه وقت زواجها، لأنه زوجها وهو في شنو؟ في المدينة، وهي وين؟ في الحبشة، فكانت بعيدة منه جدا.